مثل ما شفنا كان الدرس إن شاء الله إنه سهل، يحتاج إلى تركيز ما يحتاج إلى حفظ. فقط المسألة تحتاج إلى تركيز، نعتمد على الاستماع، نعتمد على التدريبات اللي راح نعطيكم إياها اليوم. بتكون جدا يعني تعودكم على الموضوع شوي شوي، لا حد يتفاجأ أو ينصدم أن الموضوع يحس أنه معقد وفي تشعب. لا، الموضوع ما هو تشعب، الموضوع فقط مسألة وقت ومسألة تعود. الاستماع من هنا والقراءة من هنا هي اللي راح تفيدنا بشكل كبير جدا، وراح تعودنا على الانغماس، خلنا نسميها، في عالم أفعال اللغة الإسبانية وخصوصا الزمن المضارع. احنا طبعا بخصوص الدرس القادم بإذن الله ما نقدر نحدد بالضبط، يعني أنا لما أحضر الدروس حقت كل درس أترك فراغ حتى أشوف مدى يعني فهم واستيعاب الطلاب للشيء هذا، علشان أقدر أخطو خطوة كبيرة أو خطوة قصيرة. هذا الأمر يحدده مدى استيعابكم واندماجكم مع الموضوع. فإحنا لازلنا في موضوع الأفعال، ولسه بدري جدا على موضوع أن الواحد يقول أنا أتقنت الفعل المضارع. أنتم فقط أتقنتوا الأفعال الغير شاذة، هذه جدا سهلة وبسيطة والمفروض الكل مستوعبها، لأن ما في أي تعقيد، نهايات فقط تبدلها وتغيرها. إحنا الآن كل شغلنا على الأفعال الشاذة اللي راح نكتسبها مع الوقت. فأنتم فعليا الأفعال الشاذة عددها كبير جدا، نسبتها كبيرة جدا، أخذتوها واستوعبتوها. إحنا الآن شغالين على الأفعال الغير شاذة اللي هي قاعدين ندرسها الآن وناخذها حبة حبة، فلا تستعجلون. المشكلة دائما في اللي يستعجل واللي يستبق الأحداث ويقول هذه كيف أو كيف. خلوا الأمور ركادة. قبل كنتم مصدومين من سير وستار أو من تذكير والتأنيث، المسألة بدأت تسهل عليكم كثير، كنتم فاهمين 20%، بعضكم 40%، الآن النسبة قامت تزيد إلى 50 إلى 60، ومو مطلوب أنكم أيضا أتقنتوا سير وستار بنسبة 100% ولا حتى 60%، 50% بركة، والتذكير والتأنيث نفس الشيء. الموضوع يحتاج فقط إلى وقت. عموما التدريبات راح توصلكم عن طريق المشرفين الدراسيين. Muchas gracias y hasta pronto.